عايز تسيب الغربة وترجع؟ ارجع ارجع للقبض ابو 3000 جنيه ولا 5000 جنيه. عايز تسيب الغربة وترجع؟ ارجع ارجع خد مرتب 3000 جنيه ويطلع عينك في الشغل بال 12 و15 ساعة. غربة ايه اللي عايز تسيبها؟ مصري مستغرب من المصريين اللي زهقوا من غربتهم وعايزين يرجعوا لمصر، وبيلوم اللي ناقمين على النعم اللي هم فيها في غربتهم. ازاي نصح المغتربين اللي قالوا مفاجأة؟ محدش ينكر ان الغربة مرة والايام مش بتعدي فيها، والشهر كأنه سنة، وفرق شاسع في حالتك النفسية وانت وسط عيالك واهلك وحبايبك وانت في غربتك من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، لدرجة ان اوقات كتير بتفكر في المرة الف مرة انك تسيب كل حاجة وترجع مصر، خاصة لو مش قادر تحوش الفلوس الكفاية اللي تكون تمن غربتك دي، ويعدي عليك سنين ولسه مش عارف تحقق احلامك اللي مسافر ومتغرب علشانها. بس لو بصيت لنص الكوباية المليانة هتلاقي انك في نعم كتير في الغربة ومش واخد بالك، واللي بتحسده على لمته وسط أهله هو بيحسدك على غربتك وشايف إنك معاك ملايين أهو الصيت ولا الغنى. وده اللي حاول يوصله شاب مصري مغترب لمغتربين زيه كتير، نفسهم يسيبوا الجمل بما حمل ويرجعوا لمصر، وقالوا كفاية غربة لحد كده، وشايفين إنهم لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن، لكن هم طالوا كتير. وقال عايز تسيب الغربة وترجع؟ ارجع ارجع خد مرتب 3000 جنيه ويطلع عينيك في شغل بال 12 و15 ساعة. غربة ايه اللي عايز تسيبها؟ سيبها وروح يلا. انت ناسي حلمك لما كنت مسافر اول مرة؟ ناسي انك كنت عايز تعدل اوضاعك وتعيش عيشة مرتاحة؟ ما تنساش واصبر. انت لا قدر الله لو وقعت في مشكلة في الغربة ومحتاج 20,000 جنيه ضروري، هتقدر في نفس اليوم تجمعهم، بس لو انت في مصر مين هيديك 5,000 جنيه حتى؟ وكلنا عارفين ان المرتبات في مصر اللي جاي مش مكافي اللي رايح، ومحدش بيحوش جنيه واحد لاخر الشهر. ما تنساش ان في اسرة كاملة معتمدة عليك، انت حصانة لاسرتك، الغربة حصانة وضهري ليك قبل ما تكون ليهم. ما تنساش حلمك اللي سبت بلدك علشانه، ولو انت تعبان في غربتك على الأقل في مبرر ومقابل لتعبك وغربتك ومقابل كويس، إنما لو انت تعبان في بلدك لا في مبرر ولا في مقابل، ودي بلدك، هترتاح فين لو مرتحتش في بلدك؟ اصبر وانشف وحلمك هيتحقق إن شاء الله، وكله بيجي بالصبر. ما تسيبش الغربة وافتكر إنك ظهر لأسرتك. فيديو المصري ده زي حاجة فوق بيها كل مغترب بيفكر يرجع مصر وجاله إحباط ويأس من المحاولات اللي بقت بالفشل، وشايف إنه بيصارع الزمن ومش ملاحق. السر في العيشة بما يرضي الله في غربتك، والشغل كمان والصبر، وكله الوقت، وأكيد في يوم هتحقق حلمك. في اللي شايف إن اللي تعود على الغربة مستحيل يرجع نهائي لمصر، ومش هيعرف يتأقلم على العيشة ولا الحياة، وكفاية الأجازات كل فترة وخلاص. وفي اللي شايف إن البلد دي أحسن من غيرها، وطالما سافرت وما حققتش حاجة يبقى ترجع وتشتغل في بلدك أحسن. فيا ترى أنتوا مع أي رأي من دول؟ وهل لو مغترب رجع نهائي لمصر هيعرف يعيش بنفس المستوى اللي كان عايش بيه في الغربة؟ شاركونا أنتوا كمان في التعليقات.